Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la matière de l'informatique. Système d'exploitation et réseau local. ننتقلوا إلى المحور الثاني لو ريزو لوكال. لو ريزو انفورماتيك. Un réseau informatique est un ensemble ordinateurs et périphériques reliés entre eux. يعني le réseau informatique وهو الشبكة المحلية ولا الشبكة المحلية وهي لو ريزو لوكال. لو ريزو انفورماتيك وهي شبكة ديال المعلومات وهي مجموعة ديال لي زورديناتور اللي تيكونوا مترابطين مع لي بيريفيريك ديالهم. لي بيريفيريك وهو على سبيل المثال لا سوري وكذلك الكلافي. لو ريزو لوكال الشبكة المحلية. عندنا اولا لو ريزو انفورماتيك. ان ريزو انفورماتيك اي ان انسومبل دورديناتور اي بيريفيريك رولييه اونتر او. الشبكة المعلوماتية وهي مجموعة ديال لي زورديناتور ولي بيريفيريك ديالهم اللي مرتبطين فيما بينهم. لي بيريفيريك وهما على سبيل المثال يعني الكلافي لا سوري لونيتي سنترال بزاف يعني كل حاجه تنبرونشوها مع لورديناتور. غادي نشوفو ثانيا لو ريزو لوكال. ان ريزو لوكال اي ان ريزو انفورماتيك ليميتي كي بو اتر سيتيي دون ان سيبر كافي اون بونك اون سال انفورماتيك une société. يعني هنا مازال نتكلموا على لو ريزو لوكال الشبكه ديال الكمبيوتر اللي تتكون وهي شبكه محليه تتكون فيكس اللي تلقاو فحالاش فحال الامثله تيكون عندنا لي زورديناتور تيكونوا في السيبر كافي هذوك لي زورديناتور اللي تيكون عندنا في السيبر ولا في لي بانك او بيان في لي سال ديال الانفورماتيك او بيان في لي سوسيتي ولا المؤسسات. اذا هنا تنتكلموا على لو ريزو لوكال. لو ريزو لوكال غادي ننتقلوا لثالثا. ثالثاً لي تيب دو ريزو لوكال. بالنسبه هنايا الانواع ديال الشبكات المحليه اون بو ديستانغي اونتر دو تيب دو ريزو لوكال. ممكن اننا نعطيو جوج ديال الانواع ديال لي ريزو لوكال اللي عندنا فيليير او بيان سون فيل. فيليير هو هذاك التيب ديال لي ريزو لوكال اللي هو تيكون سلكي كي اكزيج اللي تيكون ولا بد انه يكون اون كارت ريزو بور شاك اورديناتور. ستكون ضروري واحد لا كارت ريزو اللي تندخلوها هنايا لكل اورديناتور. وكذلك تنكونوا تنحتاجوا دي كابل بور كونيكتي لورديناتور دو سو ريزو. باش غادي نربطوا ما بين هذاك الريزو خاصنا دي كابل. دائما تنحتاجوا فيه دي كابل. اذا هذا هو النوع الاول اللي هو فيليير. اما بالنسبه النوع الثاني اللي هو سون فيل لا سلكي الواي فاي كي اكزيج اون كارت ريزو سون فيل و ان ادابتور واي فاي يو اس بي بور شاك اورديناتور. اما تحتاجو فيه واحد الكارت ريزو سون فيل اللي ما عندهاش يعني خيوط ولا ما عندهاش اسلاك ولا تحتاجو فيه واحد الادابتور واي فاي يو اس بي بحال هذا الادابتور واي فاي. اذا هذا هو النوع الثاني اللي هو سون فيل اللي بلا اسلاك. غادي ننتقلوا رابعا. بالنسبه للرابعا غادي نتعرفوا على الايجابيات دان ريزو لوكال لي زافونتاج دان ريزو لوكال. بالنسبه للايجابيات ديالو عندنا ايكونوميزي لارجون بار لو بارطاج دي ريسورس ماتيريال كوم ان امبريمونت اون امبريمونت. يعني هنايا تنقصصوا بالنسبه للفلوس ولا لارجون ديالنا في البارطاج ديال لي ريسورس ماتيريال كوم ان امبريمونت. وعندنا كذلك غاني دو طون ربح الوقت بور لو بارطاج دي ريسورس لوجيسيال كوم ان دوسي. تيعطيونا امثله هنا بحال الامبريمونت ولا آلة الطبيعه اولا آلة الطبع. وعندنا هنايا بحال لي دوسي ايشونج دي انفورماسيون بار لونفوا على ريسيبسيون دي فيشي اي دوسي. كذلك عندنا كومينيكي انفوي ريسيفوار دي ميساج ترافاي اي جوي اون غروب. هنا الاشتغال وكذلك اللعب على شكل مجموعات. فهادو هما لي زافونتاج ديال واحد الريزو لوكال. اعيد من بين لي زافونتاج ديال واحد الريزو لوكال عندنا ايكونوميزي الاقتصاد في لارجون كذلك غاني دو طون ربح الوقت ايشونج دي زانفورماسيون يعني كذلك تبادل المعلومات كومينيكي تواصل ترافاي اي جوي اون غروب. اون غروب يعني كذلك الاشتغال واللعب على شكل مجموعات. المحور الثالث هو كونفيغوراسيون ماتيريال دان ريزو لوكال يعني ترتيب معدات الشبكات المحليه ولا واحد الشبكه محليه. لا توبولوجي اي لا ماتيير دون لاكيل لي زورديناتور سون رولييه اونتر او. توبولوجيا وهي واحد الطريقه ديال
les ordinateurs اللي هما مرتبطين فيما بينهم il existe trois topologies كاينين يعني ثلاثه ديال لي توبولوجي ولا ديال التوبولوجيا توبولوجيا اون ايتوال لا توبولوجي اون ايتوال وهو استعمال ان سويتش كوميتاتور كوميتاتور يعني مفتاح كهربائي مفتاح كهربائي عندنا لو كابل ابير تورسادي ابير تورسادي اللي عندنا لاحظوا ان عندنا هذا الكابل هذا كيفاش داير ابير تورسادي عنده بزاف ديال الريوس ها هما تنشوفوا فيهم اذا غتلاحظوا فقط تحاولوا تلاحظوا هذا الكابل ديالنا كيفاش داير عندنا كذلك لي كونيكتور RG45 هادو تيتسماو لي كونيكتور RG45 تلاحظوا كذلك الشكل ديالهم كيفاش هو هنايا عندنا سويتش فهذا هو السويتش اللي تنهضروا عليه فهو مفتاح كهربائي لو سويتش هنايا بالنسبه هنا عندنا لا كارت ريزو بطاقات الشبكه لا كارت ريزو اذا هادو هما اللي كاينين في اللورد ديال واحد ديالاش ديال واحد الريزو لوكال واحد الريزو لوكال Le matériel nécessaire pour créer un réseau local de topologie en étoile. يعني le matériel غادي نحتاجو باش نديرو la création ديال واحد الريزو لوكال topologie en étoile. شنو تحتاجو؟ تحتاجو les ordinateurs. تحتاجو les ordinateurs. Une carte réseau. Une carte réseau. كذلك تحتاجو switch. اللي هو هذا. Les câbles à paire torsadés. اللي تحتاجو كذلك هاد لي كابل هادو. لي كابل ابير تورسادي اللي هما هاد النوع هذا وكذلك تنتجو لي كونيكتور RG45 لي كونيكتور RG45 اذا باش نحتاجو يعني لو ماتيريال نيسيسير بور كريي باش نكريي واحد الريزو لوكال شنو تنحتاجو فيه تنحتاجو لهذا وهذا 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 تنحتاجو لو كابل ابير تورسادي تنحتاجو كذلك الموصلات لي كونيكتور RG45 وتنحتاجو السويتش وتنحتاجو كذلك لا كارت ريزو باش لاياش باش نكريي واحد الكارت ريزو دو توبولوجي اون ايتوال اذا هادو هما الاحتياجات ديالنا الا بغينا نديرو واحد لا كرياسيون ديال واحد الكارت ريزو والنوع ديالو دو توبولوجي اون ايتوال اذا الا كنا محتاجين لو توبولوجي اون بوس هذا كنا تكلمنا على توبولوجي اون ايتوال اما الا خدينا النوع الثاني اللي هو توبولوجي اون بوس فشنو تحتاجو فيه تحتاجو فيه واحد لورديناتور كذلك تحتاجو فيه تيرميناتور وعندنا وتحتاجو ضروري ضروري تحتاجو لهذا اللي هو سميتو كونيكتور سو فورم دو تي الا لاحظتو ما بين هاد لورديناتور وهاد لورديناتور وهاد لورديناتور باش لينا بيناتهم باش جمعنا بيناتهم بالكونيكتور سو فورم دو تي ديال تي اذا ديال تي اللي تنستعملوه فين تنكونو في لي تيبار ولا في لي سوسيتي ولا كذلك فاش تنحتاجو في لي سال دانفورماتيك ولا في لي بانك ولا في لي سيبر اذا هذا هو النوع ديال لي توبولوجي باش نخدمو توبولوجي اون بوس تنخدمو فيه بالكونيكتور سو فورم دو تي تنواصلو ما بين اورديناتور والاخر بهاد الكونيكتور اللي تيتسمى كونيكتور سو فورم دو تي اللي هو على شكل تي اللي هو هنايا هو هذا اذا كاين فرق ما بين توبولوجي اون ايتوال وما بين لا توبولوجي اون بوس توبولوجي اون بوس تنحتاجو فيها اورديناتور لي زورديناتور تيكونوا واحد جوج ثلاثه ولا اكثر وتنحتاجو لواحد الكونيكتور لي كونيكتور دو سو فورم دو تي اللي تليو ما بيناتهم كاين هاد لا مارك هادي كونيكتور سو فورم دو تي ولا عندنا هاد لا مارك هادي هي كونيكتور تي ولا كابل كواكسيال كواكسيال هو هذا اذا هاد الكابل كواكسيال هو هذا اللي جاي من هنايا اونبرونشي فاش في هاد الكونيكتور سو فورم دو تي اذا هادو هما الاحتياجات ديالنا فاش في التوب لا توبولوجي اون بوس يعني من تنشدو واحد لي زورديناتور اما تنحتاجو لهاد لا فورم ديالهم باش نخدمو ولا لا فورم الاخرى اللي تكلمنا فيها هي لا توبولوجي اون ايتوال فهادي هي لا توبولوجي اون ايتوال تيكون عندنا هذا واحد سويتش سواتش هذا اللي تيكون هو اللي تيربط لنا ما بين هاد لورديناتور وهاد لورديناتور تيعطي هاد سواتش يعطي لهاد لورديناتور تيعطي لهاد لورديناتور وكذلك تيعطي لهاد لورديناتور تنسميو هادي لا توبولوجي اون ايتوال لكن النوع الثاني اللي هو لا توبولوجي اون بوس هو هاد الشكل هذا تتكون عندنا لورديناتور اورديناتور تيكون ليي باش بواحد الكابل تيتسمى كونيكتور سو فورم دو تي اذا تنظن انكم فهمتوا شرح sure.
غادي نشوفو اخر توبولوجي وهي لا توبولوجي اون انو، يعني الحلقه اللي على شكل حلقه. عندنا لوجيكمون عندنا هذه لا توبولوجي اون انو اللي هي على شكل حلقه، تيكون لي زورديناتور على شكل حلقه. اما ريالمون في الحقيقه يوتيليزاسيون دان اباغاي مو اللي تكون في هذا الشكل هذا. اذا هذه تنسمو الا كانوا لي زورديناتور على هذا الشكل ولا على هذا الفورم هذه تنسميوها يوتيليزاسيون دان اباغاي مو. اما هذه فتنسميوها توبولوجي اون انو. غادي نمشيو لا رومارك. La topologie en bus n'est plus utilisée car elle a beaucoup d'inconvénients. يعني هاد لا توبولوجي ديال البوس ما تستعملوهاش اكثريه، ما تستعملش. لماذا؟ لان عندها بزاف ديال السلبيات، لي كونفينيون عندها بزاف ديال السلبيات. لا توبولوجي اون انو اللي هي هادي est utilisé par les grandes sociétés seulement. تستعمل من طرف كبار ديال المؤسسات فقط. La topologie en étoile est la topologie le plus utilisée dans le monde entier. يعني هاد التقنية ولا هاد التوبولوجي ديال لي زيتوال وهي أكثر يعني توبولوجي تستعمل في العالم. غادي نشوفو ليكزارسيس نيميرو 4. سؤال مطروح، دوني لو نون دو توبولوجي سي دوسو. اذا عطينا واحد لي فورم ديال لي زورديناتور، عطينا الاولاني والثاني والثالث. ف ديجا شرحت لكم كل توبولوجي شنو تنسميوها. اذا هاد لا توبولوجي شنو تتسمى؟ توبولوجي اون بوس. بالنسبه لهادي توبولوجي اون ايتوال، وهادي تتسمى توبولوجي اون انو. إذن غادي نمرو باش نشوفو grand I le système d'exploitation réseau. Le système d'exploitation réseau. Définition. تعريف. Un ordinateur ne peut pas fonctionner sans système d'exploitation. واحد ordinateur ما يمكنلوش يشتغل بدون système d'exploitation. De même pour qu'un réseau sont opérationnels, il faut un système d'exploitation réseau. كذلك بالنسبة لواحد الريزو ما يمكنلوش يشتغل إلا ما كانش سيستم ديكسبلواتاسيون ريزو. إذا غادي نشوفو الأمثلة اللي عندنا. إكزومبل دو سيستم ديكسبلواتاسيون ريزو: ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10. ديفينيسيون لو دوسيي أو لو فيشي بارتاجي. هنا مطلوب أننا نعرفو ولا معطي لينا تعريف ديال واحد الدوسي ولا فيشي بارتاجي. سي ان دوسي او فيشي اي دي بارتاجي لورسك دوطرو ماشين دو ميم ريزو لوكال بوف يي اكسيدي. اذا هذا هو التعريف ديال واحد لو فيشي بارتاجي، وهو ان دوسي او فيشي اي دي بارتاجي. ثالثا اكسيدي على فينات ريزو بار اكسبلوراتور. Idem pour accéder au dossier fichier partagé sur d'autres ordinateurs. Il a pris un dossier ou un fichier sur les autres ordinateurs. On accède à la fenêtre réseau grâce à une fenêtre Windows. Il y a une fenêtre Windows, voire fenêtre ci-dessous. Idem, on va voir la fenêtre liée à la page le Moualia. وغادي نهبطوا الاسفل ديالها اون با ا غوش، يعني في اليسار ديال فينتر. كليكي سور ريزو. اذا غنكليكيو على ريزو باش نشوفو شنو تيتفتح لينا. غادي نلقاو لا ليس دي نون دي زورديناتور دو ريزو لوكال سافيش. اذا هادو هما الاسماء ديال لي نون، اسماء ديال لي نون ديال لي زورديناتور اللي هما مبرونشين. Faites un double clic sur un ordinateur pour voir ce qui est partagé. Il a pris un arfo, je nous partage, il a cliqué sur tout l'ordinateur. Il a pris un arfo de l'ordinateur, je nous fais. Tu as cliqué sur un double clic, tu as fait ça. كذلك هذه تنكليكيو دوبل كليك باش نعرفوا شنو فيها. وكذلك هذه اذا الى بغينا نفتحوا واحد الفونتر تنجيو حتى الاسفل كاين هنايا غازو، ها هي تنكليكيو عليها تخرج لنا هاد لا ليماج هادي ولا هاد الباج هادي فيها اورديناتور، فيها ربعه ديال لي زورديناتور. الا بغينا نعرفو كل اورديناتور على حده شنو فيها، تتكليكي على تتختار الاورديناتور اللي بغيتي وتتكليكي عليه دوبل كليك وتتفتح. اون 4 اورديناتور دون سو ريزو لوكال. اذا عندنا في هذا الريزو لوكال عندنا فيه ربعه ديال لي زورديناتور اللي مكونيكتين.
إذا غادي نشوفوا لي بوسيبيليتي دو بارتاج، يعني الإمكانيات ديال يعني بارتاج. Sur un réseau, il est possible de partager les ressources logicielles comme un dossier ou les ressources matérielles comme un imprimante. ممكن أننا نبارطاجيو واحد الدوسي ولا ممكن أننا نبارطاجيو كذلك واحد الامبريمونت نتبارطاجا مع لي زورديناتور الآخرين. ننتقل لعنوان آخر وهو gestion des utilisateurs d'un réseau local، يعني تدبير ديال واحد المستعمل ديال واحد الريزو local. Exercice li عندنا. سؤال أول: Quel est le nom de l'ordinateur sur lequel vous travaillez maintenant dans la classe؟ يعني هذا غادي ديروه، هذا التمرين غادي ديروه في الكلاس، غتكون كل واحد فيكم تيجلس يعني على المقعد ديالو عنده الاورديناتور ديالو. المطلوب أنكم تعرفوا على الاسم ديال الاورديناتور ديالكم. Quel est le nom de l'ordinateur sur lequel vous travaillez maintenant dans la classe؟ PC شنو سميتو؟ ثانيا، quel est le nom du groupe de travail؟ شنو سميت هذاك الجروب ديالكم اللي خدامين نتوما اونسومبل فيه؟ كوليج. ثالثا، après avoir écouté les groupes de travail et les noms des autres ordinateurs de notre réseau local. Conclure. سنتيج، l'ordinateur ont des noms. انا نستنتجو ان les ordinateurs عندهم اسماء différentes mais le même groupe de travail. عندهم اسماء مختلفه لكن عندها même groupe de travail. اذا غادي نمرو باش نشوفو كذلك التتمه pour connaître le nom et le groupe de travail d'un ordinateur. باش نعرفو الاسم وكذلك الجروب ديال الشغل فواحد الاورديناتور شنو تنديرو. كليكي دونك كليك دروات سور اورديناتور، تنكليكيو هذه هي الاورديناتور، تنشدو لا سوري تنكليكو بالبوطون دروات، تتفتح لينا هاد ليماج هادي، تنختارو بروبريتي، تنختارو بروبريتي. إذا بالنسبة لهاد الفينيتر اللي مفتوحة عندنا هنايا، فعندنا الاورديناتور كليكينا عليه، عطانا بانو دو كونفيغوراسيون، كليكينا من بعد تاني عطاتنا سيستم، إي سيكوريتي من بعد كذلك عطانا سيستم. إذا هنايا عندنا لي زانفورماسيون على ياش على السيستم ديال لورديناتور ديالنا، على لو سيستم ديال لورديناتور ديالنا. اذا فاش نشوفو هاد لي زانفورماسيون كاينين في لو فيشي. pour changer le nom et le groupe de travail، من اجل اننا نغيرو الاسم ولا المجموعه ديال الاشغال، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نكليكيو سور موديفيي لي بارامتر. اذا خصنا نكونو دخلنا اولا la fenêtre ديال propriété système. تنختارو من بين هاد لي كاز لي عندنا هنايا، تنختارو نون دو لورديناتور، لو نون دو لورديناتور يعني الاسم ديال الكمبيوتر ديالنا. هي عندنا ديسكريبسيون دو لورديناتور، فنختار واحد الاسم، يمكن لك انك تسميه الاسم ديال لورديناتور او انك تعطي له واحد الاسم ديالك انت محبب. اذا هنا فين تكتب الاسم ديال لورديناتور ديالك. إذا فحال ما بغيتي تموديفي بور بوي سيغ لو بوطون موديفي، لكن كتبتي هاد الاسم داز واحد المدة ولا واحد سيمان ولا واحد شهر ولا واحد الاني، بغيتي تموديفي بغيتي تبدل هاد الاسم هذا، فقط تجي لهاد البوطون هادي ديال موديفي تتكليكي عليها، تخرج لك الاسم اللي هو اونسيان وتدخل الاسم الجديد اللي بغيتي انت او اللي بغيتي انت. إذا فهنا فقط سهل، تدخل بروبريتي سيستم تختار هاد لا فونيتر هادي، من بعد تختار نون دو لورديناتور، تكتب الاسم المحبب لديك، من بعد الا بغيتي تبدلو تكليكي على موديفي وتدخل اسم اخر. اذا هذه هي الطريقه pour changer le nom et le groupe de travail. هي لا فونيتر الا كليكينا على شونجي ولا موديفي فتتفتح لنا هنايا modification du nom et de domaine de l'ordinateur. هادي هي لا فينيتر اللي تتفتح لنا الا بغينا نديرو لا موديفيكاسيون. من بعد ما كتبنا يعني اورديناتور ديال هاد الاسم هذا، فالا بغينا نبدلوه تنكتبو كذلك واحد لو نوم اخر. اذا هادي هي طريقه باش نشانجيو ولا تنبدلو في الاسم ديال صاحب الكمبيوتر او لا صاحبه الكمبيوتر. اذا هادي هي ليماج ولا هادي هي لا باج اللي تتخرج لنا فاش نديرو لا موديفيكاسيون
du nom ou de domaine de l'ordinateur. Ça sera le nom de l'ordinateur, kadalika nombre d'un domaine ou la groupe de travail. Groupe de travail, ma maison, ou la école, ou la collège, على حسب. بالنسبة لهنايا إلا كتبنا جروب دو ترافاي واختارينا مازون فغادي نلقاو كذلك غادي تكون عندنا لا موديفيكاسيون. بغينا نبدلو في الجروب دو ترافاي تنجيو لهاد البلاصة هادي تنمسحو هاد الاسم هذا مازون نكتبو ايكول ولا كوليج فهنا غادي تبدل لينا وغيكتب لك بيانفوني دو لو جروب دو ترافاي ايكول ولا بيانفوني دو لو جروب دو ترافاي كوليج إلا بدلنا هاد مازون بهاد الكلمات هادو. Et then, après avoir cliqué sur OK, il est dit OK, une boîte de dialogue s'ouvre avec, avec ce message. Il est dit qu'il y a une boîte de dialogue qui a été le message. Bienvenue dans le groupe de travail maison ou bien école ou bien collège. Bienvenue dans le groupe de travail maison. Maison. Dans le collège, école. على حسب المرحله المواليه وهو اننا خصنا نكليكيو على اوكي اي روديماري فوتغ اورديناتور بور ابليكي سي موديفيكاسيون يعني نديرو اوكي ونديرو روديماري ديال لورديناتور ديالنا باش من اجل انها تقوم بالتبديل وبالتغيير ديال هذاك لو نون او بيان لو غروب فهذه هي المراحل اللي غادي نحتاجو باش نبدلو لو نون بور شانجي لو نون et le groupe de travail تندخلوا لهاد لي بلاص هادو. اذا من بعد ما تكتب ليه اوكي وتدير لا روديماراج ديال لورديناتور ديالك تعاود تفتح لنا هاد لا باج هادي فيها بروبريتي سيستم تدخل ليها باش تشوف الاسم الجديد اللي ولا عندك في لورديناتور. فمثلا كتبتي هنا شي اسم اخر غادي تلقاه في هاد لا كاز هادي مكتوب الاسم الجديد. اذا هو تكون هذه هي الريزولتا مكتوب الاسم ديال لو نون ديال l'ordinateur كذلك le groupe ديالها. غادي نمشيو للكونكلوزيون. Dans un réseau local, tous les ordinateurs doivent avoir le même quoi? Groupe de travail. Des noms différents. Même le même groupe de travail. Des noms différents يعني اسماء مختلفة لكن عندهم نفس الجروب دو ترافاي. Conclusion. Dans un réseau local, tous les ordinateurs doivent avoir le même groupe de travail. Des noms différents. Il y a le réponse.